شريف النجدي، في الدنيا في بشر وفي نبات وفي حيوان، ايه العامل المشترك بين الثلاثه؟ الحياه. يعني انا افهم البشر والحيوان والنبات والموت ايضا. طبعا موت في كله، يموت النبات ويموت الحيوان ويموت الانسان، وفي كمان الاكثر حتى يمكن المستوى الاقل من النبات اللي هو الكائنات الدقيقه، زي البكتيريا، زي فيروسات. يعني حضرتك نفسي اسالك سؤال ومكشوف اساله لك من الاول، وقلت ايه يعني انا رايح اقابل عالم ومهتم بالحشرات الصغيره، لما بنزل هدومي يا دكتور شريف الشتويه الاحظ ان بعض البدل اللي انا حبيبها بطبيعة في البرنامج ده فيها ثقوب، فيقال لي دي العتة، فأقول كيف تحارب؟ يقولوا بمادة لها رائحة نفاذة رهيبة. والبعض قال لي الطريقة الأمثل إنك تحط صابونة في الدولاب لها ريحة تقتل. يعني إيه كلمة العتة؟ وأفتكر كل البيوت اللي تعاني من هذا الشيء عايزة تسمع منك ده. هو بس أنا يعني حاجة بسيطة، أنا مش متخصص في الحشرات، أنا متخصص في البكتيريا والوراثة، لكن أنا بشتغل على الحشرات كأداة لشغلي. وهي العدة 10؟ حتة 10. طب ما تقول لي أنت كتوم؟ لا لا خالص. طب ما تطلع من قلبك. بس أنا ما أنا يعني ده أنا بروي لك مشكلة شخصية طبعا يا فندم، بس أنا يهمني إن أنا ولجأت إليك لأن طب أكلم مين؟ بيشرفني يا فندم، بس أنا لا يعني استنى أكلم مين؟ أكلم صيدلي؟ لا لا طبعا بكلمك. تمام. أنت رجل لك علاقة ودراية بعالم الحشرات الصغيرة والكبيرة، ما هي العدة؟ هنقول لحضرتك على قد معلوماتي، لأن أنا اتعلمت، ودي من الحاجات اللي انا اتعلمتها، ان انا لو انا ما اعرفش اقول ما اعرفش. هو انت ما بتخزنش هدومك؟ مخزن طبعا. امال بتخزنها ازاي؟ ما تديني تجربتك يا اخي. انا لسه متجوز جديد. لحقتش اخزن. ما لحقتش اخزن، لسه متجوز جديد. متجوز جديد. يا عيني ما عندكش غير بدله واحده. لسه بقى لسه لا. لا انا عشان شغلي ده وانا مش هطلع في الشوارع. عندي كذا بدله يا فندم. انا بطلع بالبرنامج ده ولازم اغير. هو حضرتك هو ببساطه ان اي حشره. انت اول مره تسمع مني كلمه العده؟ لا لا انا عارفها طبعا. عارفها منين طيب؟ لا عارفها بحكم الحاجه، حكم الثقافه المصريه، العته الموجوده، وبحطها حتى ساعات بيحطها حتى حاجه اسمها نفتالين، او زي ما حضرتك بتقول لها حاجه بالظبط بالظبط كده. هي ايه العته يعني؟ ايه العته دي؟ حشره زي اي حشرات موجوده، في زي حشرات مثلا بتبقى موجوده برضو في من ضمن الحاجات اللي ممكن تبقى درجه كتير، الحشرات بتاعت الفراش، في حتى حشرات في الشعر، حشرات في اي كان. هو الفراش في حشرات؟ الفراش يعني السرير. بتيجي منين؟ بتيجي من، ما هي الحشره محتاجه تتغذى على حاجه معينه. تتغذى على ايه؟ بيبقى المصدر الغذاء ده موجود، بقى مثلا ممكن مثلا حاجه زي ماده صوفيه او ماده خشبيه او ماده زي يعني في نمل بيتغذى على الحشره. يعني الخشب، حشرات الفراش بتاكل من الصوف بتاع الجاكيتات او البدل او ايا كان، او في مثلا ده او زي الخشب، في نمل بيتغذى على الخشب لان هو بيحول ده هل لديك احصاء بعدد الحشرات في الدنيا؟ كما انت طبعا قارئ نائم للعلم، لكن اصل لو في لو انا قلت حضرتك اعداد اعتقد صعب حد يعد او يقدر يقول عدد محدد، لان اللي ما اكتشفش اكتر من اكتشف. يعني الذي لم يكتشف من الحشرات اكثر من المكتشف. ما هو يعني المكتشف دلوقتي ملايين، لكن في اماكن لسه فيها حشرات ما حدش يعرفها. الله، يعني الواحد هو نايم بالليل، انا احيانا تيجي ايدي كده اهو احس زي ما اكون حاجه، هل دي حشره الفراش؟ لا لا لا، الحشره الفراش بقى اصغر جدا، حاجه حشره دقيقه صغيره قوي ما يعني ممكن. ودي ايه بقى؟ في الصوف وفي الخشب؟ لا في كل حاجه ليها حاجه. يعني الحشره النمله اللي بتعيش على الخشب دي حاجه. هو النمل يعيش على الخشب؟ ممكن في نمل نمل ابيض بيسموه بيعيش على الخشب. نمل ابيض بياكل خشب. بياكل الخشب؟ لا يا فندم. نحمي نفسنا ازاي من ده؟ النظافه. النظافه فقط. النظافه فقط. والظروف اللي هي ما بقاش حاجه متكنكمه، حاجه مخزنه. ايوه، كان الدكتور ياسين عبد الغفار الذي كان يعالج الاستاذ الراحل عبد الحليم حافظ. انت بتحب عبد الحليم حافظ؟ طبعا. ما اعرفش، انا عندي احساس انك انت بما انك عالم ولا ده في خيالك. لا خالص بالعكس. انا كان اكتر حاجه بتحب وش غادة عادل؟ طبعا. انت تعرف مين غادة عادل؟ طبعا طبعا. وتعرف مين رفت امين؟ جدا. انا كنت وتعرف بسمه؟
طبعا. قال لا انت يعني ملم بالحياة اهو. هو طب 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 تعرف مين اللي اتجوزها احمد عز؟ اه يا فندم يعني الكلام قال لا ده انت برضو قارئ للنميمة. طبعا. اتفضل كمل. هو هي الفكره انه انا ممكن هرد على سؤال حضرتك او كومنت حضرتك الاول. انه مش شرط في او يمكن دي وجهه نظري على الاقل ان انا مش وده انا برضو بدات من اول حياتي وانا لما سافرت بره. انا مش معنى ان انا بشتغل في مجال العلم ان انا زي ما بيقولوا دوده كتب قاعد على الكتاب وزي ما بيقولوا كلمه اللفظ المصري المباع اللي هو المتداول بدح خالص. بالدح خالص. انا يعني بالعكس انا الفكره كلها ان انا ممكن بعرف انظم وقتي. انت مختلط بالحياه يعني انا مختلط ومختلط بالمجتمع يعني. انا كنت بلعب كوره بلعب كاراتيه. ايه اكبر افاق العلم القادمه اللي ممكن تعمل يعني هزه في البشريه في تقديرك؟ يعني من المؤكد انك انت عندك درايه كامله بالفيوتشرولوجي كعلم. تمام. فاكيد عندك تصور ايه ممكن يبقى اخطر شيء. يعني انا مثلا لما بشوف انه الواحد لما يروح منه موبايل بيجيبه لما يعمل فايند مي بالظبط كده. ايه بعد كده يا دكتور؟ هو دلوقتي اللي هو يعني او بيشتغل في ايه العلماء دلوقتي؟ دلوقتي في 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 اكتر من مجال. لو احنا بنتكلم في مجال البشري ممكن يبقى مثلا في حاجه حصلت قريب اللي هي يعمل خليه بيسموها سنسلك سيل. الخليه اللي هي الخليه الغير طبيعيه ده حد عملها فعلا في امريكا. يعني ايه الخليه غير طبيعيه؟ خليه بيحط فيها الخليه ميزتها انها تقدر بتنتج حاجات زي مثلا سي الـ اي مشكله مشاكل الانسان بيبقى في قصور معين في افرازات معينه مثلا. انا فاكر العباره الشهيره بتاعت الدكتور مصطفى محمود طبعا عارفه طبعا انه الخليه تتجمع فيها الدنيا باسرها. بالظبط كده بالظبط كده. هم بيحاولوا يخلقوا خليه لو تقدر تفرز مثلا زي انسولين مثلا او تفرز اي انترفيرون او تفرز الحاجات اللي ممكن يحصل عند البشر قصور في انتاجها. وهو الجيل الجاي هيبقى برضو الحقنة الانسولين لا تزال موجودة؟ لا لانه الجيل الجاي بس برضو ده له اثار تانية. انه الجيل الجاي انه ممكن يحصل ان انا اقدر اوصل اقول لحضرتك ان انا ابني هخليه عينه خضراء او ابني هخليه عينه زرقاء او ابني بالعكس بقى الاكتر عملية ان انا هخلي عنده مقاومة لمرض معين مقاومة للسكر مقاومة للضغط مقاومة. طيب افهم من كده انه الجيل الجاي ما فيهوش حاجة اسمها سرطان؟ ممكن طبعا طبعا ممكن طبعا. مين اللي بيشتغل في الحاجات دي؟ هل هم علماء امريكا بالتحديد؟ لا الغرب وفي ناس الغرب بس ككل بس يعني ناس يعني في ناس مثلا في المانيا او في انجلترا. المعمل الانجليزي اللي انت عشت فيه وشفته شغال على ايه دلوقتي مثلا يعني؟ انا شغال على التطور. على التطور الجينات تطور الجينات تطور الجينات. تخدم في ايه دي من ضمن الحاجات اللي اقدر اخدم فيها او تقدر تخدم فيها؟ يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي يمكن معمل جنب معملي وده حد من اساتذتي برضو هناك ان هو بيشتغل ازاي يحاول يقلل اثر الملاريا في الدول الأفريقية عن طريق دراسة التطور والجينات بتاعت الحشرة. يمكن القضاء على طيب ده في ناس بقرص أنتيبيوتيك. ده في ناس دكتور شريف مشكلة حياتهم المعذبة المؤرقة والمؤرقة فيروس سي. بالظبط كده. ماذا فعل العالم أمام فيروس سي؟ الفيروسات دلوقتي فيه في فيروس بي بقى له فاكسينيشن هو له المصل بتاعه مش مسموه فيروس بي. فيروس بي 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 ده جديد اول مره بسمع ده. فيروس بي يعني بي ده اب على الوجود. فيروس بي كان موجود وبعدين عملوا له اللي هو الـ 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 المصل او بيسموه بالفاكسين اللي هو الفاكسين وبعدين رجع تاني قوي. لا خلاص بقى خلاص. هو دلوقتي خلاص دلوقتي بقى ممكن السن الاطفال الملاريا يخلوه. الملاريا لسه بينا في حياتنا في افريقيا طبعا جدا في افريقيا موجوده جداً. بشده جدا. البلهارس يا دكتور شريف كانت في مصر منتشرة بشدة. تمام. وأصيب بها عبد الحليم حافظ. بالزبط. يوما وكاد يصاب بها أحمد زكي. تمام. غير أنه لحق نفسه بعشرين حقنة. بالظبط. حاجة غريبة جدا. هو دلوقتي حريك الفكرة أنه في التعامل مع الأمراض خصوصا البكتيرية بشكل ما أسهل شوية من التعامل مع الفيروسات لأن الفيروسات هي مش عايز أخش برضو عشان حريك ما تقوليش أنا بخف محاضرة. لكن الفيروسات لا بس طبيعتها.
زي الإيبولا يعني دلوقتي. يعني دكتور شريف انت قيمتك انك انت بتتكلم في العلم ولكن بيسموها ايه يعني بلهجة مبسطة. هل انت مدرست العلم للعلم؟ لا. إذن لابد ان تكون مدرست العلم للحياة طبعا. يعني ابسط الاشياء اللي انا اتصور وانا قاعد معاك ان انا بحاول استنبط منك اي فكر علمي يخدم الناس اللي قاعدة طبعا. تشوفنا طبعا طبعا. طيب هل البكتيريا اللي احنا بنخاف منها دي مفيدة في حاجات؟ البكتيريا بشكل عام ليها حاجات بتنفع في ان انا بنتج مضادات حيوية، بنتج حاجات كتير، من ضمنها انها بنتج انتاجات اللي هو الزبادي، الحاجات الغذائية كتير، العيش، الحاجات دي كلها دي طبعا من ضمن الحاجات الاساسية فيها البكتيريا. لكن في نفس الوقت وده مهم قوي ان البكتيريا ممكن اقدر اوجد لها او اسهل من الفيروسات ان اوجد لها حاجه مضاده ليها. هل خطوره الفيروسات انها تتمحور تتغير؟ الفيروسات طبيعتها ان هي ما تقدرش ساعات تحرك، ما تعتبرهاش غير كائن حي الا لو كان جوه جسم الانسان او جوه جسم العائل الحد اللي بيشيلها. لا فهمني المعنى ده يعني ايه. يعني الفيروسات هي طبيعتها الفيروسات تعيش في اجسام الانسان العائل ايا كان اللي بيشيلها مين سواء انسان او حيوان او يعني العائل بتاعها. لكن مش كده مطلقه. لكن لو بره ما تبقاش حاجه حيه طبيعتها كده. غير البكتيريا، البكتيريا عايش في الهواء هتلاقي بكتيريا، هيك لو عملت ايد حريك كده هتلاقي فيه بكتيريا. لو حريك في ايه التعريف الدقيق لكلمه بكتيريا؟ بكتيريا هو كائن حي دقيق صغير في حجم له حدود يعني حجم معين يعني احادي الخلايا عاده او ممكن يبقى اكتر من خليه. انا بشوف ناس الدكتور شريف خليني افتح لك قلبي. لا تحت امرك. بما ان لقيتك ما انا ما اقدرش اقول الكلام ده لاي حد. لا شرفني. ابص الاقي ناس معاهم ازازه صغيره كده يعني نص القلم ده بعد ما يقعد وبتاع ويتكلم ومثلا يسلم على ناس وبتاع هو قاعد كده من غير ما ياخد باله ورعام كده بالظبط. فسالته قلت له ايه ده؟ قال لي ده انت لازم باستمرار تخلي معاك ازازه زي دي. قلت له ايه ميزتها؟ بتعمل ايه يعني؟ قال لي دي لمقاومه البكتيريا، انت بتسلم على كتير من الناس فلازم تعمل ده. قلت له انت متخيل ان انا بعد ما اسلم على الناس ارش؟ دي تبقى مصيبه لانه شكلها وحش. قال لي لا دي لحمايه نفسك. هل الديتول يخدم الانسان؟ طبعا مفيش حاجه 100% لكن بنسبه كبيره طبعا. يعني ايه مفيش حاجه 100%؟ يعني مفيش حاجه حضرتك تقدر تعملها بنسبه 100% او تضمنها بنسبه 100% لان دايما حضرتك هتلاقي مخلوق. وانت دكتور شريف انت دكتور شريف بتستخدم الصابون التقليدي بتاعنا ده اللي احنا بنستخدمه؟ طب في ناس ما بتستخدمش الصابون ده، بتستخدم الصابون السائل، ايهما افضل؟ لا مفيش فرق جوهري بينهم يعني. طيب ما دام مفيش فرق جوهري على الصابون السائل والماء افضل نظافه للانسان ام الديتول؟ لا الديتول. الديتول ان في مواد مطهره. يعني الراجل اللي معاه الانبوبه دي على حق في اللي بيقوله بنسبه كبيره طبعا. لكن هي الفكره انه الحياه اللي احنا فيها اي حاجه زي ما اقول لك ايد حضرتك عليها في الهواء في الحيطه حضرتك هتلاقي في بكتيريا. فصعب قوي ان اقدر اتحكم ان انا كل مره هلمس حاجه واسمعنا كده ان انا كل ما المس حاجه كل ما اشتري حاجه كل ما اركب عربيتي واسوق لازم استخدم ده. فمش مش بس ان انا اسلم على ايدي. يعني انت عايز تقول انه دي فيها صعوبه تمام عمليا طبعا. انت الدكتوراه بتاعتك كانت في ايه؟ في الوراثه. في الوراثه. الوراثه ايه بالتحديد في الوراثه؟ انا الدكتوراه بتاعتي في بفكر او بدرس الوراثه او درست علم الوراثه من وجهه نظر تطوريه او وجهه نظر تطور. هل كان ليك اكتشافات معينه؟ ايه الاكتشافات؟ انا اكتشفت جينات جديده، 6 جينات. وضح دكتور شريف انه بتتكلم كلام. حاضر. احد امرين اما غليفي او تركي. لا حاضر. من انت احسن تكون بتتفرج على حريم السلطان وانا مش فاهم. لا مش عارف. لا لا مش بتفرج بقى. ما فهمتش اللي بتقوله. حاضر يا فندم. او ترجم الكلام. ايه اللي اكتشفته؟ حاضر يا فندم.
هو دلوقتي انا الشغل اللي كنت بشتغله، على فكره انا عاوزك يعني تتقبل بالعكس ملاحظاتي بالعكس خالص يعني بسعه صدر طبعا، لانه الناس اللي بتشوفني ممكن يقولوا ايه هو بيشخط فيه ليه؟ لا بالعكس انا ما بشخطش، لا طبعا انا بس عاوز الناس تفهم تمام. طالما انك قاعد معايا وانت واحد من علماء مصر الشبان، وانا بعمل فوكس على عالم تمام. وعلم تمام، اذا لازم الناس تستفيد منك. تمام يا فندم اتفضل. هو انا شغلي ببساطه ان انا كنت انا بشتغل على البكتيريا اللي قلت لحضرتك عليها، الكائن الدقيق ده، والبكتيريا بشتغل عليها دي ليها طابع خاص انها بتاثر في حشرات كتير بشكل ايجابي. بتعمل ايه؟ بتاثر في حشرات كتير. بتاثر في حشرات كتير بشكل سلبي او ايجابي. ازاي؟ ممكن استخدمها انها تزود فعاليه الحشره دي. فلو حشره دي حاجه انا بستخدم مثلا دلوقتي، الاتجاه في العالم دلوقتي ان انا ما استخدمش مبيدات كيماويه، استخدم حاجات حيويه، استخدم حاجات حيه عشان الفلاح البسيط. الحاجات الكيماويه دي بتعمل له سرطان وبتعمل له امراض في الربو وفي النفس. يعني هو الفلاح بيستخدم مبيدات كيماويه هي الحاجات اللي بتترش دي. العالم الان طبعًا يتجه الى انه واتجه خلاص، بس احنا لسه متأخرين. او انتهى، احنا لسه متاخرين شويه. يتجه الى استخدام مبيدات حيويه مش كيميائيه. مش كيميائيه، يعني معموله من مواد حيويه، يعني من انتاج بكتيريا، انتاج فطريات، حاجات زي كده. الله، هي البكتيريا والفطريات لها جانب ايجابي طبعا جدا. ايه حقيقه ان انجلترا بتستورد حشرات عشان تموت حشرات؟ بالظبط كده، هي الفكره حضرتك، انه في حشرات معينه زي الحشره اللي انا اشتغلت عليها في انجلترا كاداه، الحشره اللي هي بيسموها ليدي بيرد او ابو العيد بالعربي. ابو العيد اللي هي الحمراء المنقطه باسود، اللي بتبقى على كتب الاطفال. على كتب الاطفال؟ آه. بالذات كتب الاطفال. اه، حشره شكلها حلو قوي والاطفال بيحبوها جدا. لا يعني بتقعد على الكتب ولا بتعمل ايه؟ لا لا، هي بتبقى مرسومه على كتب الحشرات. اسمها ابو العيد، اللي هي ليدي بيرد. انا ما عنديش فكره. اللي هي هي لونها احمر ومنقطه باسود. وهي دي حشره اساسا، هي شكلا حلوه. ايه اهميتها؟ واتسمت ليدي بيرد على، او ليدي، كلمه ليدي جت تاريخيا يعني على ليدي اللي هي مريم، اللي هي السيده العذراء. لان هي حشره حلوه قوي والاطفال بيحبوها جدا، فاتسمت تيمنا. ايه قيمه هذه الحشره؟ قيمه الحشره دي اقتصاديا انها عدو حيوي لحشرات المن. حشرات المن. المن؟ المن. يعني ايه المن؟ حشره المن دي حشره قويه جدا في تاثيرها على محاصيل الفول والقطن. فول ايه؟ الفول السوداني؟ الفول اللي هو اللي بناكله ده. والقطن. اسمها حشرة المن. دي ممكن تزيل محصول كامل من الفول او القطن. فهم لقوا ان حشرة ابو العيد دي، اكتشفوها ازاي حشرة المن؟ هي موجودة، لقوا المحاصيل بتختفي او بتحصل فيها، يعني بتحصل فيها نوع من انواع انها بتخلص او بتتاكل، ولقوا ان اللي بيعمل ده حشرة المن، حشرة صغيرة جدا كده بتاكل، بتعيش عليه. انجلترا بقى اللي برضه؟ لا لا، وفي مصر، في كل حتة في العالم. احنا هنا مثلا حشرة المن دي بنقاومها ازاي؟ مبيدات كيماوية. كيميائية. انت تريد العكس. طبعا. فهمت، انت لا تريد ان نطارد الحشرات بالكيميائيات طبعا، حيث ان لها ابعادا اخطر على أمراضا سواء على الامد القصير ونتائج سلبية او امد طويل، هي السرطان. انت تريد المبيدات ان تكون حيوية طبعا، بمعنى انها تبقى يعني ما بقلاش ضرر. تمام، يعني مش لازم مبيدات، يعني الحاجه اللي انا حارب بيها تبقى حاجه حيويه. هل من اجل هذا استوردت انجلترا هذه الحشره؟ بالظبط كده. يعني ايه تستوردها؟ يعني بتيجي في علب؟ فاهمني. الحشرات دي بتتجاب من، هي الحشره نوع معين انجلترا استوردته، ده استوردته من اسيا، من اليابان، لانها حشرات كانت قويه جدا، بتاكل المن بكميه كبيره جدا جدا، اكتر حتى من الحشرات اللي هي اللي جوه انجلترا. لكن للاسف فكره بقى زي ما حضرتك اللي احنا قلناه من الاول، فكره التطور وفكره التاقلم، ان الحشره دي في مكانها كانت عايشه من غير مشاكل. اللي هي الحشره اللي هي في المستورده دي، المستورده دي في مكانها الاصلي في اليابان كانت عايشه من غير مشاكل وبتقاوم المن بنجاح كبير جدا. لما استوردوها في اوروبا وامريكا عملت لهم مشاكل، من ضمن المشاكل اللي عملتها ان هي دايما كل الحشرات بيبقى ليها فتره بيسموها انها بتخش زي بيات شتوي عشان ما تستحملش الحراره العاليه،
الحراره، انا اسف، الحراره القليله. زي فكره العته وفكره الحاجات دي، بيبقى عايزين مكان مقفول. فبالتالي بيخشوا الاماكن المقفوله ويبقى موجودين فيها. من ضمن المشاكل اللي حصلت انها في امريكا في الحاجه و70 79 حاجه اعتقد، حاجه زي كده او يعني حاجه في السبعينات، دخلت جوه الكمبيوترات بتاعه بورصه وول ستريت، بتاعه وول ستريت، البورصه بتاعه امريكا، بورصه وول ستريت، شارع وول ستريت في امريكا، البورصه نفسها اللي فيه مبنى البورصه، الكمبيوتر دخلت في الكمبيوترات بتاعه البورصه العشره دي. بتخش ما بيخش بالالاف، وهي العشره دي ايه علاقتها بالكمبيوتر؟ ما هي هي بتدور على حته دافيه، فالكمبيوتر ما كان سخن لان هي موجوده منتشره في، يعني جابوها فدخلت في الكمبيوترات. طبعا كل في الوقت معين الكمبيوترات دي كلها حصل لها نوع من انواع انها وقفت، وطبعا ده معناه خساره ماديه فادحه. وكان في قضيه قويه جدا بين وزاره الزراعه الامريكيه والبورصه انه مين المسؤول عن ان البلد، ان الحشرات دي دخلت البلد. ف هي نرجع بقى فكره ان هي، لا ما نرجعش، طيب ده احنا نقف عشان افهم انا. تمام. ايه الحشره اللي بتختار الكمبيوتر لترقد فيه وخربت في اقتصاد وترفعت قضيه؟ انجلترا عالجت ده ازاي؟ في امريكا فمن مش دي اللي استوردتها انجلترا وامريكا واوروبا. طيب انجلترا عملت ايه امال؟ ما تقدرش تعمل حاجه يعني دلوقتي. احنا هي يعني هم اول مره يشوفوها كانت في 2004 لغايه 2010 كانت وصلت حوالي 75%، يعني غزت اللي هي الحشره اللي فيها النقطه نقط حمراء دي 75% من مساحه المملكه المتحده. طب ولا زال برضو حشره المن بتاكل في لا ما هي الحشره دي هي بتاكل المن، بتاكل المن، حلت مشاكل المن، لكن المشكله انها بدات تعمل مشاكل بقى زي ما حضرتك اقتصاديه. برضو هم عندهم جانب مش موجود عندنا قوي اللي هو جانب البيئي، اللي هو انا عندي حشرات في بلدي او عندي حشرات في المكان بتاعي مش عايزها تروح، لان دي منظومه كامله. يعني ايه؟ فهمني يعني ايه مش عايزها تروح؟ يعني انا دلوقتي انا عندي مثلا سي نوع معين من الحشرات في مصر، في مصر، في مصر، في اي حته في مصر. نوع معين من الحشرات. الحشرات دي ليها فوائدها وليها عيوبها، بس انا لو شلتها من الصوره هيبقى في حته فراغ كده هيأثر بشكل ما على الحياه. هو انا بجيبها ازاي؟ لا الموجوده في مصر. هي موجوده في مصر بحكم انها يعني المكان الموائم او ملائم ليها كحياه هو مصر، حراره ورطوبه والكلام اللي قلت لحضرتك عليه في الاول. الكلام ده حضرتك بتخش فيه المعمل؟ طبعا طبعا. ايه الحشرات اللي المفيده في حياه الانسان؟ هي الحشره دي مثلا حشره مفيده جدا، حشره الليدي بيرد او ابو العيد دي مثلا، دي حشره مفيده جدا اقتصاديا، مهمه جدا جدا، بس في مكانها، في مكانها، اي حاجه في بيئتها، في بيئتها. هل عندك في مصر اي حشره لها نفس الخاصيه؟ موجوده زي طبعا، هي بيبقى فيها زي فصائل اخرى من نفس النوعيه، نفس النوعيه دي، في فصائل اخرى، ما كل بلد ليها فصيل او ليها طبيعه فصيل. يا سلام. وده يرجع تاني لقصه انه خلق الله. اخد منك ثانيه. تمام. قدرتك يا رب. طب انا قدرتك يا رب، هقول لحضرتك حاجه كمان ازود حضرتك. حاجتين، ما تقولش حاجه واحده. انه في نظريه في التطور اسمها نظريه ملكه القلوب الحمراء. ملكه القلوب الحمراء. اتفضل. اللي هي موجوده في فيلم أليس في بلاد العجائب. الملكه دي كانت في فيلم أليس في بلاد العجائب بتقول ان حد بيقعد يجري في مكانه. الانسان بيجري في مكانه. بحيث ان مثلا انا بجري ورا حضرتك وانا بجري في مكاني وحضرتك بتجري في مكانك، هتفضل مسافه بيننا واحده مش هتتغير. يعني مفترض طبق علميا، يعني انا وانا قاعد قدامك دلوقتي بجري وانا قاعد، لو لا يعني لو الفكره ببساطه، لو اتنين بيجروا ورا بعض، الاتنين بيجروا بسرعه واحده، تمام، حد فيهم هيوصل للتاني؟ لا. بس فهي دي الفكره في التطور، هي دي فكره في الحياه وقدره الله بقى. انه انا كبني ادم عندي مشكله مثلا مع البكتيريا، زي ما حصل لو حضرتك تفتكر في البنسلين ايام زمان، لما كان في امراض عندها الوباءات اللي كانت بتطلع قبل كده في الاربعينات، الكوليرا والحاجات دي كلها. ما اسمهاش وباءات يا فندم، اسمها الاوبئه. الاوبئه، انا اسف، معلش خلينا صحح لك. لا لا تمام، ده لا حضرتك استاذي، لا يا فندم، لا العدد كتير صح، زي ما حضرتك عايز، جمع تكسير اسمها كده، صح كده، اتفضل كمل. فجت فتره معينه الاوبئه دي بتبيد الناس، لغايه ما طلعوا البنسلين. صحيح، البنسلين جاء للحسم الامر. حلو. مع الوقت بقى او اللي بيحصل بعد كده ان ممكن البكتيريا دي او ايا كان السبب ده، السبب المرض ده، بيتطور من نفسه عشان يبقى مقاوم للبنسلين ده، فاصبح دلوقتي البنسلين ملوش قيمه.
او قيمته ما بقتش زي الاول لانه التاني اتطور. التاني اتطور فحضرتك تضطر تطور تاني فتبدا شويه تقدر تتحكم فيه بعدين هو يتطور. فهي دي العلاقه اللي هي وده قدره ربنا انه ما يحصلش فيه انقراض، انه كده معنى كده ان الحياه هيبقى فيه حياه من نوع من انواع التوازن في الحياه.